في قصص كتير وحكايات اكتر عن السمنه وكميه القلق والزعل من ان احنا مقيدين في اللبس او في الحركه، بيبقى صعب قوي. السؤال هنا، يا ترى لو عندك مناسبه بعد 3 اسابيع مثلا، ممكن تلحقي تظبطي شكلك في الفتره دي؟ عارفه ان عندك فرح، عارفه انك انت مثلا رايحه عيد ميلاد، خطوبتك، فرحك، لا فرحك 3 اسابيع وعايزه تخسي، ده خيال علمي شويه، لكن خلينا نعرف اكتر عن الموضوع وازاي ممكن نحقق ده بالفعل على ارض الواقع، لان ضيفنا النهارده هو دكتور محمد رحايم، اخصائي التغذيه العلاجيه، ماجستير التغذيه العلاجيه، وعضو الجمعيه المصريه لعلاج السمنه، واخصائي التدخل الغير جراحي لعلاج السمنه الموضعيه، وخبير في مجال الوجبات البديله او الريبليسمنت ميلز. وجايب لنا النهارده دكتور محمد رحايم ضيفتنا صابرين اللي خسرت وزن في 3 اسابيع، وهنعرف قصتها مع دكتور محمد رحايم اللي بنرحب بيه. ازيك يا دكتور؟ يعني المره دي التحدي كان تحدي بقى ايه؟ استفزازي، تحدي وقت. وقت يعني مش بس ان ممكن انزل كل ده، لا ده في شروط، يعني انزل قبل الثلاث اسابيع ما يخلصوا. لا مش غدا عن الوقت، انت نزلت وزن، انت نازل اساسا عشان ايه؟ عشان عندك مناسبه. فانت نازل في البدايه والنهايه عشان شكل، صح؟ فانا عاوز الوقت والشكل والوزن التلاته مع بعض. بالظبط، هو ده التحدي. يعني التلاته مع بعض، مش عايزه اخس اللي هي الخسسان السريع ويعمل لي ترهل ووش يبوظ وجسمي يبوظ. عارف ممكن نسميها انهابي تريولوجي، كمان بتكلم على وقت وكمان شكل وكمان وزن، التلاتة اللي جنبهم بعض، الثلاثي. طيب اتعرف بقى على صابرين. صابرين طبعا برحب بيكي ومبسوطه انك انت جايه النهارده تشاركينا في التجربه بتاعتك. احكي لي حكايتك من اولها الخاصه بدكتور محمد رحايم. انا اصلا في البدايه كنت متابعه مع دكتور محمد من سنتين، خسيت رقم محترم جدا، 35 كيلو في 4 شهور. اتحولت تحويل جذري، ما حدش كل اللي يشوفني مش مصدق. في صور ليها صابرين قبل وبعد، اللي هو ايام ال 35. طب نشوف. واو، هو دي ايام ال 35 ودي صوره الفرح يعني، بس احنا جبنا صوره ال 35 الاول يعني. طيب دي صوره الفرح اللي هي كانت فيه، اللي هو كان رمضان ده. اوكي، العيد، اسف. ده ال 35 كيلو على فكره، في وقت ال 35 كيلو هي كانت يعني يعتبر نفس الشيب ده او ارفع شويه كمان. هي تحكي لنا دلوقتي بقى القصه بقى. اتفضلي. بس فانا كنت في بدايه رمضان، كنت مليانه يعني، بس فانا كان عندي مناسبه بعد يعني بعد رمضان على طول، فطبعا دكتور محمد هو دايما اللي بينجدني في الحاجات اللي زي دي، فقلت له انا عندي مناسبه ونفسي البس فستان، وكتير مننا طبعا عندنا بيبقى مناطق في جسمنا معينه مش حابينها، بتبقى دايما بارزه في الجسم، عارفه اللي هو عايزه يعني مهما بنخس برضو دي بتبقى مش لطيفه بالنسبه لي. فبصراحه اتبعت النظام الدايت ومشيت على الجلسات عند دكتور محمد، جلسات البي سي اس والميزو شوك، وحقيقي الاثنين كنا بنعمل جلسه 3 جلسات بي سي اس وواحده ميزو شوك في الاسبوع، وبصراحه النتيجة مش فكرة بانت في 3 أيام، هتقولي ببالغ. واو، في 3 أيام اللي كنت بكلم دكتور محمد بقول له أنا لبسي وسع عليا. 3 أيام دي يعني أخدتي فيها قد إيه؟ جلسة واحدة؟ هو سيشن البي سي اس وسيشن الميزو تشاك بيتاخدوا في نفس اليوم؟ ممكن في نفس اليوم، ممكن كل حد وظروفه، لكن هو الأغلب بنعملهم مع بعض. أوكي. تمام، وخدت البي سي اس وبعد كده يعني بدأت تلاحظ الفرق. واو، كان التحويل كان فظيع بصراحه. وطبعا بقى كان نفسي البس فستان، فبعد العيد شاب الجسم اختلف تماما، وقدرت البس الفستان اللي انا عايزاه، وكل اللي كان بيشوفني ما كانش مصدق. اللي هو انت عملتي ايه؟ بشرتي شكلها حلو، جسمي بقى مرسوم، شعري ما بيقعش، ضوافري ما بتتكسرش. دي الاثار الجانبيه كتير، حاجات بنعاني منها في الدايت. فدي مشاكل كتير بتقابلني. دكتور محمد رحيم، احكي لي بالظبط عملت ايه مع صابرين؟ هو صابرين انا كنت زي ما قلت اعرفها من اكتر من سنتين وانا صابرين على فكره. تمام، هي كان فعلا وزنها كان اوفر، احنا خاصين 35 كيلو وما رجعتهمش. زادت بقى يعني، هي لما جات لي رمضان ده، احنا دلوقتي بنتكلم على شهر 6، هي جات لي رمضان شهر 5، اخر 4 يا رب اسف، لما جات لي انا قعدت 3 اسابيع في رمضان بعد اول اسبوع، كانت زادت تقريبا من ساعه ما سبتها 12 كيلو. اللي هو خلال الفتره اللي فاتت دي كلها. اوكي تمام. طيب
انا هي كانت وصلت لشكل معين والناس شافوها عليه. انا عندي مناسبه، مناسبه كبيره، مناسبه مهمه بالنسبه لها. انا معايا 3 اسابيع مناسبه على العيد. يا دكتور 3 اسابيع انا عاوز ارجع زي ما كنت. انا عاوز ارجع زي ما كنت. هي دي كانت النقطه. انا عارف ان صابرين كانت رياضيه، هي اهملت. هو دي المشكله، الشخص يبقى رياضي كانت رياضي عنيف يعني. تتكلم كنت بتروح تعمل كروس فيت قد ايه؟ كنت بتمرن كروس فيت ورك اوت، بس طبعا بعد الكورونا والحظر قعدنا كتير في البيت. هو ده اللي عمل مشكله. هيتعمل ازاي؟ والجيم كلها قفلت، فما كنت هي فتحت تاني، بس بتبقي قلقانه برضه. فترة اتمرن في البيت بس بقى خلاص، بقيت ابتدي اكسل خلاص يعني. فضلت فترة كبيرة اتمرن في البيت عشان احافظ على اللي انا عملته، بس بقى ابتديت اكسل وابتديت ارجع ازيد في الوزن تاني. فالشخص اللي كان رياضي وبدأ وزنه يزيد، هي العضلة عنده كمان ترهلت. هو هنا كانت هديك بقى كانت المشاكل. طب هي انا سريع لسه بنوتة وعندي اماكن مليانة، والعضلة اللي كانت مساعداني وكانت بتسمع كلامي في الرياضة وكده، لا هو شخص جاي لك خلاص بقى، انا بص انا محبط، تعالى اتصرف. فكان البي سي اس هنا جميل فيه ايه؟ انك بتعيد. احنا اتكلمنا انت عندك بيت، عندك كذا اختيار انك تخلي البيت شكله حلو. يا اما تبدا من السباكه والكهرباء من الاول وتطلع على بره على الواجهه، يا اما تدهن الواجهه كده وخلاص وبيتي بقى شكله حلو بس من بره بس. الكورس اللي احنا بنعمله انجاز التعبير، انا بحاول اضرب للناس مثلا، انت بتشتغل من جوه وبره. انت عندك عضله برضو الهابت رايولوجي السيء، عندك عضله ضعيفه، عندك دهون كتير، عندك جلد مترهل. بنتكلم كمان على بنت غير مدام في ايه؟ يعني ما ينفعش الجلد لما ينزل يبقى فيه علامه. طبعا. هي لسه بنت صح. تمام. بعد كده في قيصرات، يعني هيحصل علامات بعدين. بس دلوقتي دوري ان ارجعك زي ما انت عايزه. فكان البي سي اس مع الميوزك شوك بالنسبه لك كان احسن اختيار. وكان لعبنا في التوقيتات، هي تستحمل ان احنا نعمل 3 مرات بي سي اس في الاسبوع، ينفع عشان عندها مناسبه، امان جدا. وهنعمل مره واحده ميزه شوك، بس عملناها على مكانين، هو زياره واحده بس، عملنا على البطن وقتها والظهر. عملنا على البطن والظهر. انا اسفه هوقف حضرتك هنا دكتور محمد روحايم، لان في ناس يعني مش شرط تكون شافت حلقاتنا السابقه. ندي بس فكره سريعه على البي سي اس هو ايه والميزه شوك هو ايه. ويا ريت الصور كمان تتعرض معانا قبل وبعد، بيبقى صور من عندنا من المركز للحالات بتاعتنا. اوكي طبعا ده اكيد. واحنا بنتكلم على التو بروسيجرز هنشوف الصور معانا. بالظبط. الوسيلتين اللي بنستخدمهم ده هنا طبعا احنا مدارين يعني من تحت عشان الرجلين. تاثير البي سي اس والميزو تشوك على منطقه البطن لحاله بس من صابرين، دي حاله اكبر من صابرين، حاله اكبر سنا. اوكي. كانت عامله قيصريات وجراحات في بطنها. تمام. ده من الفرونت ومن السايد. تمام. ازاي الشخص ده ما يخشش جراحه تاني؟ ده استخدم، بس ده استخدمنا كمان يعني كثفنا معاه كمان جلسات الشد. ان احنا بنستخدم البي سي اس هو جهاز بيعمل بحاجه اسمها الكتروماجنتيك، ان انا ادي تنبيه للعضله بس عن طريق المجال المغناطيسي، فده بيعمل تنبيه للعضله فايبر فايبر، ليفه عضليه ليفه عضليه. كانك عملت 20,000 تمرين، في بعض الناس بتوصل 25,000 تمرين خلال نص ساعه، بما يتطلبه المجهود ده من حرق دهون، بما كمان يتبعه من شد الجلد. ده البي سي اس. الميزو تشوك دي ده راجل تاني. ده راجل صح. كنا بنسال قبل كده على الرجال ممكن نعمل معاهم ازاي. حضرتك مثلا ده شكل البطن من فرونت، حضرتك تخيل الترهل وتخيل شكل البطن. بص وصلنا لحد فين. واو. ده ايه ده؟ نص شهر. بطنه شهر، نص بطنه راحت. معلش شهر. تاني الترهل. بصي بصي فن بالجناب كانت نازله ازاي وشكل بطنه عامل ازاي. ايوه. هو احنا عندنا طبعا صور، بس طبعا التلفزيون يعني، لان هنا كمان كان الشيست عنده فيه مشكله. الراجل ده عنده ترهل في عنده تسدي. بالظبط. احنا اشتغلنا على الاثنين، بس ما ينفعش للاسف نعرض الصوره. اوكي. احنا هذا الرجل كنا اشتغلنا على الاثنين يا فندم. ما يجراش حاجه. لا فحضرتك تخيل مستوى ده بالنسبه له كراجل، بالنسبه لك كرجاله احنا كده زي الفل. ده يعني كمان اللاف هاندلز او اللي هي قلت كتير الجناب، الحته الجناب بتاع الجناب والظهر. لا قلت كتير. ده حد تاني بقى. لا هو نفس الشخص، بس يعني كنا واخدين البوز، يعني البوز مختلف. اول لقطه ليه. اوكي. يعني دي اللقطه الاولى تماما. اوكي. وبعد كده بعد اسبوع كده تمام، وبعدين بنتكلم 3 اسابيع من اللقطه الثانيه، يعني شهر من البدايه بقى كده. يا نهار ابيض. هو كده خلال شهر. معلش دكتور، ده ملتزم تماما. ده الميزو تشوك ولا ده الاثنين؟ الميزو تشوك والبي سي اس. زي ما اتكلمنا بي سي اس برضو. بي سي اس برضو، لان هنا الرجاله بيتكلم ده موظف. انا عارف كل حاله بتاعتي، زي قلت لحضرتك قبل كده، كل حد لازم تاخد البروفايل بتاعه. حضرتك شغال ايه؟ انا موظف وقاعد على المكتب، ايه المجهود يمين شمال؟ استوعبنا فكره ان عنده ضعف عضله كبير. أوكي. بالاضافه عنده كميه دهون، نسبه الدهون موجوده في منطقه البطن مغلفه كبيره. فاحنا قدرنا نعمل كذا سيشن بي سي اس، اللي هو كانه راح جيم. كنت بتحكي لي على البي سي اس ان هو 20,000 تمرين، ممكن نوصل بعض الحالات ل 25,000 تمرين في نص ساعه على وهو نايم. وهو نايم. فانت بدات تقوي العضله. بعض الناس ممكن نستخدم لها مره في الاسبوع، بعض الناس مرتين. هنا استاذ هيثم كان ده اسمه استاذ هيثم، استخدمناه 3 مرات في الاسبوع. نفس القصه اللي اتبعناها مع صابرين عشان كانت المناسبه. طبعا كثفنا يوم مستعجله يوم لا. بالظبط. مع الميزو تشك. اوكي. هنا استاذ هيثم كان من الناس بقى الملتزمه، انه بعد شغله طلبت منه بس يا سيدي تركن عربيتك تحت البيت وتحرك نص ساعه بره وقت الشغل.
تمام، بس ده اللي عمل كده. وكان في البدايه، انا اسف بدون اعطي كلام حضرتك، الحالتين دول استخدمناهم صبار الهوديه، كنا اتكلمنا عليه قبل كده. صبار الهوديه. بس حضرتك قول لي على صبار الهوديه، وبعدين قول لي على الميزو تشوك، لان ممكن حد ما يكونش اتفرج علينا قبل كده. صبار الهوديه هو نوع من الصبار، كان منبته الاساسي جنوب افريقيا، لكنه دلوقتي بيزرع في كاليفورنيا، بيجي لنا على هيئه كبسولز وكذا شكل. يعني هو صبار الهوديه ده حاجه طبيعيه بتشتغل جدا على لم المعده. بتكلم على صابرين شخص كان عايش، هي يعني بتقول لي بعد التصوير هروح فين؟ بلاش نقول المطعم يعني. تيك اواي، وانت بتتكلمي على شخص ازاي الشخص ده اتسيطر عليه؟ فكان ده دور صبار الهديه، سيطرت على معدته لما يعني بيقفل الشهيه. سيبني انا جدا اتفضلي. سيبيني انا بقول الطلعه دي ليكي. اوكي، كان عندها مشكله انا عارف طول عمرها ان عندها مشكله في التيك اواي، عندها مشكله. هو انا على ان انا طول الوقت بره بحكم شغلي وخروجات واصحاب، كل حياتنا بره، بلس ان انا اصلا من الناس اللي بتحب الاكل جدا. أوكي. ما كنتش بقدر اسيطر على شهيتي، انا بمجرد اول يوم جربته فيه لحد اخر يوم حقيقي ما كنتش بقدر اكل. تقول لك محمد انا مش قادر اكل الاكل اللي انت كاتبه لي، انا شبعانه. وما بقاش يخطر في بالك بقى خيالات، هي الفكره ما بقتش افكر ما بقتش اطلاقا. قعدت تاخديه المده كلها لمده شهرين ثلاثه، بس هو بصراحه لحد اخر يوم انا اخدته نفس النتيجه. اوكي، على فكره معاك قرص عشان صابرين عايزه تخرج دلوقتي. عايزه جانك فود بعد الحلقه يعني، فاديها قرص بسرعه عشان تروح الفكره. دي نقطه. النقطه الثانيه دي، ده بالنسبه للبيشنت اللي هو متخيله. انا عاوز كده. انا كدكتور عندي حاجه ثانيه. البني ادم مكونات اللي احنا بنتعامل معاها، انت طبعا انت عندك عظمك ثابت، جلدك ثابت، اعضائك الداخليه ثابته. عندنا ميه، عضله، دهون. الميه زياده تنزل، لو الميه قليله تتظبط، فده بند بنشتغل عليه لوحده. عندك عضله ودهون، لو خسرت، عارفة كان معانا حالة حضرتك مش مصدقة وزنها نتيجة توزيع الدهون والعضلات. هي دي النقطة، أنا عاوز أخسر دهون. عاوز أحافظ على عضلة. بنتكلم برضو على بنات صغيرة، وفي حلقة إن شاء الله هجيب لك معايا بقى دوكيومنتد من الإن بادي لألف حالة عضلات ظهرهم ورجلهم ضايعة تماما. وده عضلات وبطنهم كبيرة ورجلهم كبيرة عشان العضلة ضعيفة، وأنا متخوف البنات دي لما تبقى مدمات هتعمل إيه. فأنا إزاي أحافظ على بنت صغيرة، إزاي أحافظ عليها سنا يعني، إزاي أحافظ على العضلة عندها؟ عاوز حاجة تخليني لما أحرق دهون ولا أحرق عضلة؟ لا أحرق دهون حاجة طبعا. حاجة تخليني لما أخس كيلو يبان في شكل 3-4 ما يبانش في شكل كيلو. ليه؟ لان لما حرقت دهون بان في جسمي كتير. هي كل مشكلته 100 جرام دهون من البطن بتعمل فرق رهيب في الشكل. أيوة. وده دور كان صبار الهديه. فاشتغلنا على صبار الهديه برده مع استاذ هيثم ومع صابرين، عملنا جلسات البي سي اس بس بشكل مكثف 3 مرات في الاسبوع بدل مرتين. مدتها قد ايه؟ وعملنا الجلسه نص ساعه. نص ساعه. نص ساعه. انت يعني كانك معدي شربت كوبايه قهوه في اي مكان. انت مش بتعطل حياتك. بتعمل السيشن وعاوز ايدك شغل وروح جاي من الشغل تعالى. مش لازم، ملهاش اجراءات قبل وبعد ومعينه تعملها بالظبط. مع الميزو تشوك. الميزو تشوك هو الفيرجن الاقوى والاحدث من الميزو ثيرابي. الميزو ثيرابي ان احنا كنا بنحقن مواد في مكان تجمع الدهون. الميزو تشوك المواد دي تضاعفت بشكل كبير، واتضاف عليها الارت تشوك في 5 اضعاف الطبيعي. خلاص مكثف. مكثف. الخرشوف ده بيخلي جسمك يصرف الدهون بسرعه شديده، عشان كده بنتكلم 3-4 ايام بتحس بفرق. اوكي. قصاد اسبوعين زمان قبل كده. فدي ميزه الخرشوف الارت تشوك. فبالتبعيه نعرف نقرب الجلسات من بعض، نعرف نعمل جلسات بشكل اكبر، بالاضافه لجسمك بيصرف الدهون بسرعه. انت عاوز ايه اكتر من كده؟ لا طبعا. بالاضافه للميزه اللي فيه كمان، احنا قلنا فيه 4 حاجات: اذاب الدهون، شد للجلد، سلايت بيتعالج، وتصريف للدهون. الاربعه دول لا صعب نلاقيهم في اي حاجه، يعني صعب نستخدم كذا، كنا بنستخدم كذا حاجه، لا دي بقت حاجه واحده بس بتغنينا عن كذا حاجه قبل كده. طيب فلنفترض ان في حد او في ست يعني راضيه عن وزنها، وهي حاسه انها مش تخينه، لكن عايزه تظبط سمنه موضعيه، هيبس، دراعات، ظهر، يعني ايا كان حاجه فيهم، ومش عايزه تنزل احنا في بنتكلم الوزن. انا بقول دايما اديني من اسبوعين، اديني من اسبوعين لاربعه، يعني اديني من اسبوع، تدي نفسك من اسبوعين يعني لاربع اسابيع بس. بدون مبالغه، انت لو جوزك مسافر ورجع هيقول لك انت عامله ايه في نفسك. وبقول جوزك ليه؟ على فكره الرجاله ما بتشوفش فرق صغير. الرجاله ما بتشوفش فرق صغير. حضرتك لو خس 4-5 مثلا، لو حد 100 كيلو خس 5 كيلو جوزها ما يشوفش. لازم يشوف بعد 90. يا نهار مش بهزر، متابعي كده لحظه كده الموضوع عشان بيشوفها على طول. فالحاجات الطفيفه مش وعينين الرجاله، وعينين الرجاله ما بتشوفش التغيرات البسيطه في الست. اي ست غير مراته يشوف طبعا، لكن مراته لا. طيب فبتكلم انه خلال اسبوعين بتكلم على صابرين 3 اسابيع، يعني كان عندنا فرح في 3 اسابيع عرفنا نحل المشكله.
صحيح. صابرين انت كانت مشكلتك ايه بالظبط؟ يعني انت غير انت كنت عايزه تخسي ككل، لكن انت مثلا ركزتي السيشنز يعني على ايه؟ احيانا لما بنخس ككل برضو بتفضل في مناطق عندنا متمركزه فيها الدهون. صحيح. زي البطن مثلا، الدراع، الظهر. انا بالنسبه لي كانت اكتر منطقتين بيضايقوني هما البطن والظهر، مهما اخس برضو بيبقوا شكلهم مش زي ما انا عايزه، مش راضيه عنه. فدي كانت دور بقى الجلسات عند دكتور محمد. انت خسيتي قد ايه؟ احنا قلنا 8 كيلو في الثلاث اسابيع. المره دي كنت بدات اول رمضان كنت 72، لحد اخر رمضان كنت 64. 64 بلس ان كل الناس في رمضان بتتخن. مش هنحافظ بقى ولا كل شويه نجي على دكتور محمد رحيم الحقني بنرجع للمواقف الصعبه. سيبني ساعتين ثلاثه وترجع لي في المشكله. خلاص بص، ان انا عايزه اضيف حاجه، ان دكتور محمد مش بس بيهتم ان هو يديكي دايت او زي معظم الدكاتره شديد معاكي في الدايت او متزامن، لا يعني انا لو جيت له مثلا قلت له انا عكيت او انا مكتئبه فخلاص بقى بيبتدي بقى يشوفك، طب انت مكتئبه ليه؟ من الدكاتره اللي بتهتم بنفسيتك في فتره الدايت. وبصراحه دي حاجه انا حبيتها، يعني مش دايما بنرتاح عند معظم الدكاتره بتوع الدايت. دكتور محمد، برضو المضادات الكتير اللي ظهرت اللي هي الكيتو دايت واللي هو الكيتوجينيك دايت اللي بيعتمد على الدهون والبروتينات، دلوقتي هل الوجبات البديله، لان حضرتك اخصائي وجبات بديله، هل دي يعني ممكن تتطرق بقى للكيتو دايت والحاجات دي ولا ليك حاجات معينه؟ انا كدكتور انا اساسا من الناس اللي ضده تماما وما بحبوش. اوكي. انا كرحيم من ساعه ما بدا الكلام عليه من كذا سنه، لان هو البدايه بتاعته كان حاجه اسمها اتكنز دايت. دكتور روبرت اتكنز اللي اخترع الفكره دي من بيتكلم تقريبا من 20 سنه، مات بسكته قلبيه يا جماعه. تمام. انت لو بتاخده هو ليه مواصفات معينه، يعني حضرتك لو بصي كان كل اللي بيتكلموا عليه يا فندم هتلاقيهم بادي بيلدرز. في مجانين بالبادي بيلدينج حبيبي، خلاص انت ليك سكتك، وده حتى انا ما بشتغلش معاه كدكتور تغذيه، ما بشتغلش معاه. تمام. انت كشخص طبيعي قاعد في البيت ولا ست بيت ولا راجل مهندس ولا راجل دكتور، انت بتاكل اكل 70% منه فات، وعاوزين فات بكيفيه معينه، فات صحي، وعاوزين اكلات معينه هي اساسا انت مش متناوب. يعني مثلا بنتكلم على توت البري مثلا، ده الفاكهه الرئيسيه، وطبعا والافوكادو. تمام. طب حضرتك انت عندك توت بري في الثلاجه كل يوم مثلا، لو بنتكلم اللي هو مهم، اهم من الافوكادو على فكره، اهم الافوكادو خدوه عشان الفاكهه فيها دهون. لكن توت البري اهم ومفكه مهمه جدا، اذا كان هي مش مصريه مكلفه جدا ومش موجوده. طيب يعني التفاح بقى سيء، البرتقال بقى مدمر لصحتك دلوقتي، كميه الفات اللي حضرتك هتاخدها. مين اللي بياخد كميه فات صحيه كده في اليوم؟ مين اللي نص اكله او بياكل مرتين في الاسبوع سمك سالمون وسردين؟ الريبليسمنت ميلز بالنسبه لنا هي كان رجوع لطبيعه، زي ما اتكلمنا قبل كده على حلقه الخرشوف. واهميه الخرشوف، بنتكلم على اهميه البنجر، بنتكلم على اهميه الكوكتيلز الطبيعيه، عارفه لما. طب اديني مثال كوكتيل كده هديه للمشاهدين. طيب بالنسبه للحاجات اللي بنتكلم انها مشبعه جدا كوجبه بديله لوجبه الفطار بشكل كامل، لو جبنا الصبح مزايا واحده، خاصه لو بلدي، مستورد مش مشكله، بس البلدي سعراته اقل. سعراته واطعم. ودايما بقول ان برافو عليك يا فندم، ان اي حاجه بلدي احسن اي حاجه مستورده، لان سبحانه وتعالى خلقها في البيئه دي لاهل البيئه دي. البلد اللي توصل لها كل بصلها. بالظبط. بالظبط يا فندم، هو المثل البلد البلد كده. أيوة. هو ده صح. ربنا خلقها لاهل الناس دول. فالمزايا هتحط معاها 200 مللي عصير برتقال، هتحط عليها معلقتين شوفان. معلقتين شوفان، وهيتحط مع الكوكتيل ده تبع صحتك. لو انت مش مريض سكر حط معلقه عسل نحل، لو انت مريض سكر مش هينفع حط سكر دايت، لو انت مريض انيميا حط معلقه عسل اسود. يبقى اتكلمنا على المزايا، 200 مللي عصير برتقال، عصير معلب بدون سكر، او يا ريت تعصر برتقال بيدك طبعا. بنتكلم على معلقتين شوفان كبار، لو انت مريض سكر هتحط سكر دايت، لو انت مش مريض سكر حط معلقه عسل نحل، لو انت مريض انيميا حط معلقه عسل اسود. دي فيرجنز كل واحد وصحته. طبعا يعني هي وجبه بديله، بس كده لازم بتعرف البروفايل بتاعه وصحته عامله ازاي. ده بيضرب في خلاط وتشرب في وقت اون سبوت. انت كده شبعان على الاقل بنتكلم من 4 لـ5 ساعات، واخد كل العناصر الغذائيه. يعني مثلا لو طالب نازل امتحان، هو مش عارف ياكل حاجه تاني بعد الوجبه دي. يعني دكتور محمد رحيم دايما بتسعدنا بالمعلومات، ودايما المعلومات بتبقى جديده علينا وبتضيف لنا في يومنا. وعلى فكره سهل، انا هعمل الوجبه دي يعني. لا هتبقى مريحه بالنسبه لك جدا يا فندم، مفيده جدا. دكتور محمد رحيم بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. طبعا هرجع اشكرك تاني، لكن صابرين هنخس تاني. دكتور محمد رحيم انقاذ واسعاف سريع، ولكن عايزين بقى نشوف الفتره اللي جايه، يعني ثبات بقى الفتره، ثبات المره الجايه. بشكر مع حضراتكم دكتور محمد رحيم، اخصائي التغذيه العلاجيه، ماجستير التغذيه العلاجيه، عضو الجمعيه المصريه لعلاج السمنه،
واخصائي التدخل الغير جراحي لعلاج السمنه الموضعيه وخبير في مجال الوجبات البديله او ريبليسمنت ميلز. وبشكر طبعا ضيفتنا صابرين اللي خست يعني وزن كتير جدا مع دكتور محمد رحيم. بشكرك دكتور، شكرا لك يا خالد، وان شاء الله لقاءاتنا جايه كتير في سيره الستات باذن الله.